السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا يا حلوين، وطبعا كالعادة عايزين مني الحدوتة. كان يا مكان يا سعد يا إكرام، ولا يحلى الكلام إلا بعد الصلاة والسلام على النبي خير الأنام. كان في ولد وبنت شاطرين قوي، حلوين جدا، بيحافظوا على بيتهم، بيسمعوا كلام مامتهم، عشان كده لما بيطلبوا منها حاجة بتوافق على طول. هود وماريا هما دول الولد والبنت. هود وماريا في يوم من الأيام قالوا لمامتهم عايزين نروح نزور قرايبنا باسم ورقية، وحشونا جدا وعايزين نروح نلعب معاهم شوية. ومامتهم عشان بتحبهم وعشان هما بيسمعوا كلامهم وافقت وخلت باباهم يوديهم. هود وماريا راحوا لقرايبهم باسم ورقية وخبطوا عليهم الباب، وطلع باسم ورقية فتحوا لهم، وهود وماريا قالوا لهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وباسم ورقية قالوا لهم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلوا. ودخل هود وماريا وقالوا لباسم ورقية احنا جايين عشان نلعب معاكوا شوية. وسمعتهم خالته ام باسم طلعت وقالت لهم اهلا وسهلا نورتونا، وطبعا تلعبوا معاهم زي ما انتوا عايزين عشان انتوا مؤدبين، وعشان بعد ما بتلعبوا بتلموا كل اللعب وبتحطوا كل حاجة في مكانها ومش بتتعبوني في التنظيف، اتفضلوا. لكن قبل ما تلعبوا استنوا اضيفكم، لازم تاخدوا واجب. رقية قالت لها واجب ايه يا ماما، انت فاكراهم في المدرسة؟ خالته ام باسل قالت لرقية الواجب ده مش ايه، مش هو الواجب بتاع المدرسة يا رقية، انت فاهمة غلط، الواجب ده واجب الضيافة، الضيف لما يجي عندنا لازم نقدم له واجب ضيافة، عشان النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ان اكرام الضيف من الايمان. قاسر واقف وبيسمعهم وقال لهم أيوة أنا درست ده في المدرسة، أنا درست في الدين إنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه إكرام الضيف من الإيمان، وفي حديث للنبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيف. خلاص يا ماما روحي هاتي واجب الضيافة. ودخلت خالته ام باسم على المطبخ وعايزه تجيب لهم كل حاجه، احنا في الصيف فيه العنب جميل اشكال والوان. وغسلت العنب وحطته في الطبق وقالت عايزه احط لهم كمان حاجات كتير عشان اكرام الضيف من الايمان، وانا عايزه ابقى مؤمنه ولازم اكرمهم باحسن حاجه عندنا. وندهت باسم وقالت له تعالى في عندنا شجرة فيها تفاح، روح هات كم واحدة. وأخد الطبق وجاب كم واحدة وغسلتهم وحطتهم كمان. وبعدين بصت كده في المطبخ لقيت عندها رطب، الرطب جميلة والرطب غنية بالمواد السكرية، والرطب النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أكلها حلو وجميل وبيحمي، وكمان هي طعام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للسيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها بيت لا تمر فيه جياع أهلي يا عائشة، يعني الرطب دي مغذية جدا والرطب دي مقوية جدا، وهي هتدي طاقة للأولاد وكمان هتوفر لهم الفيتامينات والأملاح المعدنية. الفاكهة جميلة والفاكهة كمان من أكل أهل الجنة. وراحت خالته ام باسم جابت الفاكهة وحطت كوباية مية وقدمتهم لهود وماريا، وأكلوا هود وماريا وباسل ورؤية وأكلوا الفاكهة، وبعدين استأذنوا ماما يلعبوا شوية، وبعدين لموا كل حاجة بعد ما خلصوا اللعب وحطوا كل حاجة في مكانها وروقوا الدنيا وبقت جميلة جدا زي الأول،
وبعدين استأذنوهم وقالوا احنا هنمشي عشان ماما وبابا ما يقلقوش علينا.